فيكون الناظر ولا يحيط به سبحانه بصر دنيا وأخرى كدع أقوال من أصل. تحدثنا في اللقاءات الماضية عن البيت الذي قبله في الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبعد ذلك عرجنا في الحديث على أن أناسا سموا بعض الأعضاء صفات وهي ليست بصفات، كالوجه والساق والعين، هي أعضاء وليست صفات. فإذا أردت أن أميز بين فلان وفلان لا أقول في صفاته أنه من صفاته أنه فيه ساق، أن فيه ساقا، هذه ليست صفة، لكن أصفه بشيء يتميز عن غيره. والله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الأوصاف أصلا، ليست صفاته، وصفاته معلومة، رحمن، رحيم، باسط، قابض، معطي، مانع، واهب، رازق، خالق، هذه صفات نصف الله بها، وهذه الصفات ندعوه سبحانه وتعالى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآن إذا أردت أن أدعو الله عز وجل وأقول يا لطيف، هل هناك من مانع؟ حتى في قول يعني ناكر، يا خير الناكرين، جائز. الله سبحانه وتعالى أدعوه يا خالق، يا رازق، يا باسط، لكن أيوجد عاقل؟ هل يوجد عاقل في هذا الوجود عندما يريد أن يدعو الله عز وجل يقول يا ساق، يا ساق؟ هذه ما صفة، ليست صفة حتى ندعو الله عز وجل. والمصيبة أنهم ألفوا المؤلفات وصنفوا المصنفات ووزعوا الكتيبات والمطويات في العالم جميعا في توحيد الأسماء والصفات، يسميوها توحيد الأسماء والصفات، يعني عندهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويغزون العالم بقنواتهم، ب يعني كتبهم، بالمطويات، والناس يتأثرون بمثل هذه الكتابات الضالة المضلة، يعني يذكرون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والمصيبة، المصيبة أيضا لابد أن ننتبه لها، أن هذا التقسيم دخل عندنا وهو تقسيم غير صحيح، لم يتكلم به أحد من أصحابنا، ولا بد من التنبيه والتنبيه أن الكتب التي توزعها وزارة الأوقاف، مجموعة المسجد، هذه من الكتب التي تأثرت بهذا المجتمع، وهذا غير صحيح، لا بد أن ينبه الناس عليه. يعني تجد في القسم الثاني من كتاب العقيدة تجد أنهم قسموا، وهذا التقسيم هو دخيل علينا وعلى أصحابنا، لم يأتي به أحد من أصحابنا من المتقدمين ولا من المتأخرين، وإنما تأثر أحد المعاصرين من الكتاب وكتب ذلكم الكتاب ونشر ووزع وكأنه مسلم له. قد يقول قائل لكن مكتوب في الغلاف برئاسة سماحة الشيخ الخليفة، نقول الشيخ ما لم يطلع وبنفسي أوصلت المعلومة فيه أنه هذا لم يقل به، رئاسة اللجنة ليست رئاسة تأليف الكتاب، ما عدا هو لم يقرأ ذلك الكتاب أحسن الظن، يعني قضية
المقررات الدراسية في المدارس في المعاهد في الكليات لا ترجع إلى المفتي يرجع إليها ويقرأها من أولها إلى آخرها. ولذلك ستجد أشياء هو يخالفها ولا يعني كتابتهم كتابتهم هم باسمه الشيخ فيها معناه أن الشيخ خرع. إذا قضية التوحيد الأسماء والصفات هذا كلام غير صحيح. نعم نوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وقد ذكرنا توحيد الأسماء والصفات. هل تعلم له سبيلا؟ لا هذا توحيد. الصفات أن صفات الله عز وجل لا تتبعض ولا تنقسم ولا تتجزأ، كذلك أن صفات الذات هي عين الذات، هذا هو التوحيد. هم أرادوا أن يتوصلوا إلى هذا ويوهموا العوام، عوام الناس وخلق الله سبحانه وتعالى نصفه كما وصف به نفسه، وصف نفسه نصفه بما وصف به نفسه. قل الله عز وجل قال ذلك، أقول الله خاطبنا بلغة العرب، ولغة العرب التي لم يداخلها الحكمة يعرفون أن الساق عندما يقال يكشف عن ساق، كشف الساق معناه شدة الهوى، إلا إذا كانوا يتخيلون أن الله سبحانه وتعالى كملك السبع، لأنهم قالوا له لها عرش عظيم والله له عرش عظيم، وهي عندما دخلت على الماء كشفت عن ساقيها، فيتصورون ربهم هكذا يكشف عن ساق وليس عن سيقان أو ساقين، يكشف عن ساقيها وليس عن ساق. فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بصفات الخلق. وقد نوه أننا نحن جميعا ندعو الله بصفاته، صفات المولى سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الملك القهار المؤمن المهيمن السلام الخالق البارئ المصور الغفار المعطي الواهب المهيمن، هكذا هذه الصفات يمكن أن ندعو الله سبحانه وتعالى بها. ولكن هل سمعتم عن إنسان يدعو الله يقول يا عيني يا عين يا وجه يا ساق؟ هذه ليست صفات، ولكنهم يوهمون العوام. والمشكلة أن أناسا أحسن الظن بهم ويظهرون للناس على أنهم هم العلماء والمشايخ ولهم أشرفة ولهم مؤلفات ولهم قنوات، والناس يتأثرون ببكائهم وبأصواتهم العذبة وبأسلوبهم المتلون المتنوع. إذا علمت عن الصفة أنك يجوز لك أن تدعو بها، تعلم أن كلمة ساق ليست صفة، وأن كلمة عين ليست صفة من صفات الله عز وجل التي يذكرها أو لا. ولا يجوز أن يدعى الله عز وجل